تهاني أحمد من أمريكا تقول أسمع كثير من الناس يقولون بحياة ربك بحياة الله شيء من هذا القبيل ما حكم ذلك تهاني من أمريكا بالنسبة لحياة الله عز وجل هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك يجوز للمسلم أن يقسم بحياة الله يقول وحياة الله بحياة الله آه هذا جائز لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة شرعية جواز الحلف بالصفة يقول وحياة الله مثلا وبحياة الله مثلا افعل كذا أو لا تفعل كذا أو سأفعل كذا جائز ولله الحمد والمنة